أولا نتغدى بالشكر والتقدير للرجال، الرجال الذين ساهموا بشكل كبير في إنجاح هذه المرحلة، ولجان التحكيم لفئة المجهيم ولجنة التسنين واللجنة الرديفة لهذه الفئة. لكن مشاهدين العزاء، ليلة بما تحمله الكلمة، قبل أن أدعو رئيس المهرجان، ليلة انفرادية وفريدة ومميزة من خلال هذا التواجد ونهائي خاص بفئة المجهيم الذي شاهدنا فيها حضور كثيف لم أراه أبدا في عالم المهرجانات، وندل على شيء، فإنما يدل على التواجد من جميع الملاك وأيضا من جميع دول مجلس التعاون الذين توافدوا حتى المشاركة في مهرجان قطر للإبل 2024. جزيلات العطاء جوا مميزة، ولكن الليلة بحد ذاتها ليلة، يعني ليلة الكبار. إذن طبعا في هذه اللحظات أدعو السيد حمد بن جابر لتكريم اللجان في هذه اللحظات، ونقول مرحبا ومسهلا يا أبو جابر. بداية أرحب بالسيد فهد بن صبوخ، عضو لجنة التحكيم في أهل المجاهيم، حياك الله يا أبو حمد. أيضا أدعو السيد محمد الطويل، عضو لجنة التحكيم في أهل المجاهيم، شهادة ودر أيضا في هذه اللحظات، يستاهل. كما أدعو في هذه اللحظات السيد عبد الله الدوسري، عضو لجنة التحكيم في أهل المجاهيم، شهادة ودر. زنعاف القحطاني، عضو لجنة التحكيم في أهل المجاهيم، شهادة ودر أيضا. كما أدعو السيد محمد الرومي، عضو لجنة التحكيم في أهل المجاهيم، شهادة ودر. إذن نبدأ وياكم مع لجنة التشبيه والتسنين في أهل المجاهيم. أدعو في هذه اللحظات السيد فهد الهاجري. وصلنا وياكم إلى لجنة التحكيم الرديفة في أهل المجاهيم. أدعو في هذه اللحظات السيد سالم بن فلاح المحميد، وطبعا مشرف لجان التحكيم الرديفة. إذا ندعو السيد سالم الشوط، عضو لجنة التحكيم الرديفة في أهل المجاهيم، شهادة أيضا. كما أدعو السيد مبارك الشواني، عضو لجنة التحكيم الرديفة في أهل المجاهيم، شهادة أيضا. إذا المحلل المميز فئة المجاهير، نرحب بسالم الجهويل، تحية له. حياكم الله من جديد، متواصلين معاكم، لازلنا مستمرين معاكم في هذه الأجواء المميزة وهذه الفرحة التي أيضا نشاهدها من خلال المشاركين وجمهورهم المتواجد في هذه الليلة النهائية لفئة المجاهيم، وكما أطلقت عليها سالفا العود الكمبودي الذي أيضا يعتبر من أجمل وأقلى
الأنواع هي الإبل بشكل عام، ولكن اللون الكمبودي هو الفئة المجهي. إذن والآن لحظات الحسم والأبطال الكبار لشوط جمل الثلاث وأيضا شوط النخبة 30. إذن الليلة راح يكون الإعلان مختلف عن الأيام الماضية، راح أعلن على حضراتكم من العاشر وحتى الرابع، أما المراكز الثلاثة الأوائل بإذن الله سوف يكونوا معنا إن شاء الله يوم الأحد في الفترة المسائية أمام الجميع، وأمام أيضا تتويجهم وإعلان نتائجهم أمام أصحاب السعادة والمعالي اللي راح يشرفونا بإذن الله في الليلة الختامية يوم الأحد بإذن الله. إذن راح أعلن على حضراتكم الشوط المخصص للتلاد 20. راح أبدأ معكم من المركز التاسع في شوط التلاد، شوط يعني من النوع الفاخر شوط التلاد. وين التحية لهم؟ أنا ما سمعت جمهوري، الله لا يهينكم. إذن كما أخبرتكم وأعلن دائما أن اللي يحصل على المركز العاشر في مهرجان جنزيلات العطف هو حاصل على المركز الأول، لأن هذا المهرجان والله العظيم ليس مبالغة أو نجز لا يتجزأ من هذا المهرجان، لكن أنتم شاهدين هذا الحدث التاريخي التراثي القطري الخليجي ونقدر نقول العالمي من حيث التنظيم. إذن راح أعلن على حضراتكم المركز التاسع وليس العاشر. إذن عندي المركز التاسع، وطبعا مع التحية والإجلال لمن حصل على المركز التاسع في شوط التلات 20، ألف مبروك لعبد الهادي بن علي بن سعيد بن عزة بن مري من قطر، المبروك. أما المركز الثامن ونقول ألف المبروك لمن حصل على المركز الثامن، صالح مبارك محمد آل سفران المري من قطر، المبروك. أما الحاصل على المركز السابع نقول ألف مبروك لعبد الهادي فرج عبد الهادي آل بخيته المري من السعودية. والمركز السادس، المركز السادس كان من نصيب ونقول له ألف مبروك لمحمد جابر علي المخضبية المري من قطر. أما المركز الخامس ونقول له ألف مبروك راشد بن طالب والراشد الجابري المري من السعودية، المبروك. إذن ما قبل المثلث الذهبي، المثلث الذهبي بإذن الله في اليوم الختامي في يوم التتويج. إذن ألف مبروك لمن حصل على المركز الرابع ما قبل المثلث الذهبي، ألف مبروك لمحمد فهيد بيشان الرزق العجمي من السعودية، ألف مبروك. إذن وصلنا وياكم إلى شوط الغمام، شوط النخبة، شوط الملايين، الشوط الذي يحبس الأنفاس ويقف الأكسجين من خلال ذكر هذه الأسماء التي سطرت اسمها بمداد من ذهب من خلال هذا الميدان، ميدان المصير وبالتحديد مهرجان قطر للإبل تحت شعار جزيلات العطاء. إذن راح أعلن على حضراتكم شوط جمل النخبة 30 الذهبي، أنا أطلق عليه الذهبي، المركز العاشر، ونقول ألف مبروك لمن حصل على المركز العاشر علي محمد علي المخضبية المري من قطر، المبروك. أما المركز التاسع ونقول ألف مبروك الحاصل على المركز التاسع علي سعيد صالح حديد المري من قطر، المبروك. وأما المركز الثامن، المركز الثامن نقول له المبروك عبد الهادي بن علي بن سعيد بن عزب المري من قطر، المبروك. أما المركز السابع ويذهب من نصيب ونقول المبروك لفرج سالم خجيم عايض العذبة من قطر، المبروك. أما المركز السادس ونقول له المبروك من نصيب طلال سليمان عبد العزيز الغنيم من السعودية. إذن يتواجد عندي اسمين، خلوني أستمتع بهذه الأسماء الخامس والرابع. يتواجد عندي اثنين، خلوني أريحكم. إذن المركز الخامس ألف مبروك لسعود مبارك شافي سالم الشافي من قطر، المبروك.
أما المركز الرابع ما قبل المثلث الذهبي، وين تتوقعون؟ لكن ألف مبروك لمن حصل على المركز الرابع في الشوط الثلاثين النخبة. المبروك لصاحب المركز الرابع سعيد محسن حمد الفلاحي من الإمارات. تهانينا والناموس مشاهدينا الاعزاء، الليله استمتعنا. لكن اذكركم، اذكر الساده المشاهدين لا، لكن هناك مفاجاه. زين يا ابو علي تذكرتها. اذا عندي لكم الليله مفاجاه استثنائيه. بيض الله وجه اخواني المسؤولين في المهرجان الذين ايضا حاولوا يبادرون بهذه المبادره الليله، ما خلوها لليوم النهائي، وهو من صاحب بيرق المجاهيل. ألف ألف مبروك للعاصوب بهيج بمرج الغفران الحاصل على بيرق المجاهيل في هذه الليلة. إذا يستحق التحية، يستحق. أخلي صورة يا مخرجنا على هذا التجمع المميز، وأيضا التهاني من أيضا المشاركين معه. المبروك إذا العاصوب يكرر للسنة الثانية بيرق المجاهيل من خلال جزئيات العطاء. ألف ألف مبروك لبهيج مرج أهلي للغبلان المري من دولة قطر، والحاصل على المركز أو حاصل على بيرق المجاهيل 2024 مهرجان جزيلات العطاء. الميزه اللي انا شفتها فيك انك غنيت على طبقه نازله شوي، لكنك قدرت تنفع صوتك، يعني مع رفعه الصوت ما تاثر صوتك من الرفعه، وهذه ميزه تحسب لك. هذا اول ظهورك يا ابو احمد، صحيح؟ صحيح. صح الله صوتك وبيض الله وجهك على الاداء، عز الله متمكن من ادائك في
لحن المنكوس. الله يصح صوتك. عطاني للامانه جبتها وادائك طيب حضورك طيب بيض الله وجهك والله يوفقك ان شاء الله. بيض الله وجهك وبارك توفيق ان شاء الله. واللي حصل على نسبة 99%. الف